في بينه وبين نادين اي علاقه، لان نادين بالنسبه للقذافي عيله طفله تعتبر بنته. سين اتفضل عليك. ما المعلومات التي ادلت بها ابنتك فاطمه الزهراء السيد الجهادي للنيابه العامه؟ هي بنفسها تقول لي معاريفكم عنها، لان انا ما كنتش معاها في الغرفه. انت ما عرفتيش؟ انا عرفت، سالوها نفس الاسئله اللي هي اللي انا اتسالتها، وسالوني على اللبس. سالوني قالوا لي ان لقوا جثه. قالوا لها فاطمه قالت ايه؟ قالت نفس الأسئلة سألوها، قالوا لها إن قذافي قتل أختك. قالت لهم قتلها في نفس المعلومات اللي هي بالتسلسل، إن هي كانت بتكلمنا وكانت بتقول لنا على حاجات بيننا وبينها، وكانت بتسألنا على حاجات موجودة في البيت عندنا. قالت نفس الكلام اللي أنا قلته. رد عليا ظابط السيد وكيل النيابة وقال أصل في ممكن يكون حد تاني كان بيكلمكم، لأن في تقنيات عالية دلوقتي. فأنا عايزة أعرف مين اللي كان بيكلمني؟ مين اللي كان بيكلمني؟ ومين اللي كان بيقول لي ان انا عايشه وموجوده؟ ومين اللي كان قال لي اخر مكالمه ان انا وقعت على رجلي وانا بصور ورجلي مكسوره، كعب رجلي مكسور؟ في حاجات كمان قالها السيد وكيل النيابه لزهراء وكانت رافضاها وقالت له لا انا ما قلتش كده.